مؤتمر أسبوع كلا للمخدرات الذي أقيم في مقر قيادة شرطة محافظة نينوى بناء على توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم. لله الحمد والمنة، يعني محافظتنا رغم عدد السكان يعني تعتبر من المحافظات اللي انتشار المخدرات بها أقل من بقية المحافظات، وهذا ما اجى من فراغ. يعني اولا طبيعة العائلة اللي موجودة يعني ومتابعة أبنائها، وأيضا فعالياتنا سواء كانت من أجهزتنا الأمنية أو من القضاء أيضا الصارم بهذا الاتجاه. يمكن محافظتنا منطقة عبور أكثر مما هي منطقة تعاطي نسبة لعدد السكان، لكن تدرون يعني أنا أعتقد أنه العراق بصورة عامة مستهدف بهذه الجزئية اللي نسميها المخدرات، والغاية هي تدمير المجتمع وتدمير الشباب. لذلك يراد منا بعد جهود أكثر في سبيل الحد من هذه الظاهرة. البارحة يمكن آخر فعالية لأجهزتنا الأمنية هي إلقاء القبض على أحد التجار بمنطقة الغابات اللي يريده من أجهزتنا الأمنية أنه تكثف جهودها في سبيل الحد من هذه الظاهرة، واللي نرجو أيضا من إخواننا القضاة أن يكونوا شديدين جدا في عقاب من ينقل هذه المواد. لا يخفى على حضراتكم أن المخدرات تعتبر من الجرائم العظيمة ومن الكبائر المهلكة والمفسدة للفرد والمجتمع، فما وقع أحد في شباكها إلا ودمرته، ولا تعاطاها أحد إلا أفسدته بأنواع الفساد، ولا انتشرت في مجتمع إلا وقع في أنواع البلاء. فالمخدرات محرمة أشد التحريم، وإضرارها ومفاسدها كثيرة، فهي بجميع أحوالها شددت كل القوانين والشرائع في الزجر عنها وتحريمها لما فيها من أضرار، ولما تسبب لمتعاطيها من تحوله إلى إنسان يتوقع منه الإفساد والجريمة. وقد نادى عقلاء العالم بضرورة إنقاذ المجتمعات من ويلات المخدرات وضررها على متعاطيها. ولكثرة مفاسد وإضرار المخدرات، فقد قامت الحكومة المركزية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية بإصدار قوانين صارمة، وقامت بإعداد وتدريب الأجهزة الأمنية لغرض إحباط واكتشاف عمليات التهريب والقبض على المتهمين بمتاجرة هذه الآفة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، ويبقى الجزء الأكبر على المجتمع لنبذ هذه الآفة. من هنا ومن هذا الجمع حامل راية الفضيلة، أود فقط للتذكير إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ونحن بعون الله كالبنيان المرصوص، سيف بسيف وذراع بذراع وكتف بكتف، ابتداء ممن يرفع هذه الراية ويخوض غمار هذه الحرب والآفة اللعينة التي هي امتداد لداعش ومن يعبث بنا وراؤها. نحن من طرفنا كدائرة صحة نينوى قمنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية المتمثلة بمديرية الشرطة في محافظة نينوى بتأهيل مركز خاص، هو مركز تأهيل الإدمان، وسوف يتم افتتاحه يوم غد بالتنسيق مع وزارة الداخلية وسيادة العميد دياب العاصي. لأن المخدرات والخمر يجتمعان في علة واحدة، ألا وهي
غياب العقل. والدين الإسلامي الحنيف أمرنا بالحفاظ على الضروريات الخمس التي هي تبنى بها المجتمعات ويبنى بها الفرد ليعيشوا بأمان وطمئنان.